اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن صندوق تنميه الصادرات المصريه بوزاره التجاره والصناعه. ده صندوق عظيم جدا، وزي ما هو واضح من مسماه هدفه تنميه الصادرات المصريه والوصول بالصادرات المصريه الى خطه الـ100 مليار دولار. 100 مليار دولار صادرات مصريه لكل اسواق العالم. طب وصلنا لإيه في هذه الخطة؟ صدرنا لغاية 40 و50 مليار دولار. إذن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. صندوق تنمية الصادرات المصرية أطلق الشريحة الثانية من المرحلة السادسة لمساندة القطاع التصديري ورد الأعباء التصديرية اللي بتتحملها الشركات المصرية حتى يمكن أن تغزو أسواق العالم. الشريحة دي قيمتها 4 مليارات و800 مليون جنيه، بصافي حوالي 3 مليار و700 مليون جنيه. احنا عارفين ان المبادرة اللي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية هي رد الاعباء التصديرية بشكل فوري مع خصم 15%، وبقى ليها مسمى شهير جدا هو مبادرة السداد المعجل. كل الشركات المصرية بتستفيد من الأعباء التصديرية طالما نجحت في غزو أسواق العالم. عندنا 1193 شركة مصرية في جميع القطاعات التصديرية هتستفيد من هذه المرحلة. ده موضوع هام جدا، ولكن اللي لفت انتباهي في الخبر أن هناك 115 شركة مصرية اتقدمت لصندوق تنمية الصادرات، ولكن لم يتم حتى اليوم تحديد مديونيتها لمختلف جهات الدولة، وبالتالي لم تحصل على أموال تنمية الصادرات أو رد الأعباء التصديرية. صندوق بهذا الحجم، صندوق تنمية الصادرات المصرية، ينفذ مبادرة قايم عليها وزارتين، وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ولا يملك لجنة مهمتها فض وتحديد مديونيات مختلف الجهات على الشركات المصرية التصديرية. مطلوب سرعة إنجاز موقف هذه الشركات. الشركات المصرية بتستنى رد الأعباء التصديرية عشان تقدر تكمل، عشان تقدر تجيب خامات، عشان تقدر تفتح أسواق جديدة لمنتجات مصرية. الكل يعمل لصالح خطة 100 مليار دولار صادرات. إذن الهدف من الحديث اليوم في برنامج الجدعان عن صندوق تنمية الصادرات هو إنقاذ 115 شركة مصرية في مختلف القطاعات التصديرية اتقدمت لصندوق تنمية الصادرات المصرية وحتى اليوم لم تحصل على حقوقها، رغم أننا في الشريحة الثانية من المرحلة السادسة اللي تخصص ليها 4 مليارات و700 مليون جنيه. مطلوب إنجاز موقف هذه الشركات وبيان مدى مديونيتها لمختلف جهات الدولة حتى تحصل على مستحقاتها من صندوق تنمية الصادرات المصرية. 115 شركة أمانة في وزارة التجارة وتستحق كل الدعم والمساندة طالما إن منتجها المصري نجح في غزو أسواق العالم. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان.